سلام البنات، مرحبا بكم في فيديو جديدة. اليوم ان شاء الله حنشوفوا وصفة المايونيز بالبيض. المايونيز بالجبن كنت ديجا حطيتها لكم في فيديو سابق، وحنشوفوا وصفة لاصوص الجيريان. نبداو بوصفة المايونيز. دونك واش حنحتاجو؟ حنحتاجو كاس من الزيت يكون معمر. عندي هنا كاس تاع 240 مليلتر. عندي عظمة، العظمة هذه دو بريفيرونس تكونوا خرجوها من الفريجيدار ساعة قبل باش تصلح لكم المايونيز. لازم تخرجوها قبل من الفريجيدار. عندنا هنا ثاني ملعقة صغيرة من لامونطارد، وفص ثوم مرحي. عندي ملح وفلفل فلفل اسود، وعندي ملعقة كبيرة من الخل. نمر الان الى التحضير. دونك انا هنا هزيت طاس، راح نحط فيه كامل المكونات تاعي، يعني الزيت، الفلفل والملح، عندي الخل، لا موطارد، ومام العظمه والثوم. البنات تقدروا تحطوا فيها المعدنوس، تقدروا تحطوا فيها يعني الحشيش اللي يحب ينكهها، مثلا تقدروا تحطوا الزعتر، تحطوا المهم تنكوها بالشيء اللي تحبوا. انا راح نكتفي بالخل والثوم، وراح نطلعها بلو بغا ميكسور. شوفوا البنات، لا كان راح نستعملوا لو بلاندور ولا لو باتور ولا ميم لو روبو، لازم تحطوا الزيت بكميه قليله وتطلعوا، تحطوا بكميه قليله وتطلعوا. بصح لكن راح نديروا بلو بغا راح تطلع لكم في عده ثواني. دونك كيما راكم تشوفوا كلكو سكوند ولا مايونيز تاعكم راهي واجده وبنينه، والله تقول شي هذيك تاع برا اللي تتباع بزاف بنينه. انا ديجا كنت حطيت لكم الوصفه تاع المايونيز بالجبن بنفس الطريقه، برك جايه بالجبن وشوه، هذه تجي قريبه في لوغو تاع اللي تتباع. الاخرى ثاني بنينه، بصح نقدروا نقولوا هي صلصه ماشي يعني فريمون فريمون مايونيز. ونمر الان الى تحضير الصلصه، الصلصه الجزائريه. هذه الصلصه هايله بزاف للساندويتشات ولا للمملحات تاعكم، تجي بزاف بزاف بنينه. دونك واش حنحتاجو؟ حنحتاجو ربع ملاعق كبيره من المايونيز، هذيك اللي ديجا حضرتها. عندي هنايا كميه من البصل مقطعه، واحد النص بصله صغيره قطعتها. عندي زوج ملاعق كبيره من جو دي سيترون، وعندي هنا ملعقه كبيره معمره من لا طوماط كونسونطري. البنات نورمالمون لا غوسيت يعني كما نقولوا الاصليه تاع هاد الصلصه الجزائريه تندار بالهريسه، يعني نورمالمون ملعقه صغيره من الهريسه وملعقه كبيره من لا طوماط كونسونطري. انا ما نحبش الحار، حنحط هنا حنكتفي يعني غير بلا طوماط كونسونطري. راح نخلط كامل المكونات وراح نزيد نميكسيهم بهذاك لو بغا ميكسور. وصدقوني هذيك البصله ومام هذيك لا طوماط راح تمد واحد لوغو هايل لا مايونيز تاعكم، ويسميوها صلصه الجزائريه ولا لاصوص الجيريان، وبزاف بنينه سورتو سورتو لي ساندويتش في الصيف. يعني تمد واحد لوغو هايل لي ساندويتش تاعكم. هنا كما راكم تشوفوا زدت غير رشه ملح، ونزيد شويه فلفل الكحل. كانت هذه هي الوصفه تاعنا لنهار اليوم. نتمنى نكونوا خفاف ظرف. درك برك في النهايه تاع الفيديو راح تشوفوا ثلاث يعني 3 فيغيم، واحده فيها مايونيز بالبيض، واحده حنشوفوا فيها لاصوص الجيريان اللي حضرناهم اليوم، وفي النص حنشوفوا هذيك لا مايونيز اللي بالجبن. راح نخلي لكم الرابط في صندوق الوصف. هاد لا مايونيز انا بزاف تعجبني لانها تجي حكمه روحها، تقدري تشكليها بلا دوي، وثاني تقدري تحتفظي بها لمده اطول في الثلاجه. دونك نتلاقاو في فيديوهات اخرى ان شاء الله. سلام.